أعلن الهلال الأحمر المصري أنه يستمر في تجهيز المساعدات الإنسانية تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح البري وتسليمها إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، وذلك بعد تسليم المرحلة الأولى والثانية من شحنات المساعدات الإغاثية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بين الهلال الأحمر المصري والفلسطيني في إطار انعقاد دائم لمجموعة إدارة الأزمة للوقوف على الأحداث ورصد الاحتياجات بشكل سليم، إلى جانب العمل على تسليم المساعدات الإنسانية حال مرورها عبر معبر رفح البري، والتي تضم أدوية ومستلزمات طبية وأغذية. يعني حتى هذه اللحظة الحمد لله بفضل جهود الدولة المصرية بفضل القيادة نجحت جمعية برضه الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الجميع في إدخال مجموعة من المساعدات. طبعا الاحتياج كبير جدا، غير يعني فوق ما الواحد يتصوره، في أكثر من مليون واحد محتاج المساعدة دلوقتي، في أكثر من 500 مدرسة، في أكثر من 600 واحد خرجوا من البيوت احتماء في المدارس احتماء في المنشآت الصحية. لازم طبعا جسر المساعدات ده يفضل مفتوح فترة كبيرة. الشعب الفلسطيني محتاج إلى حل سياسي أقرته الشرعية الدولية لتنفيذه. القصة لم تبدأ زي ما ذكرنا مع 17 ولن تنتهي مع نهاية هذه الحرب. القضية الفلسطينية بقى لها موجودة 100 سنة. العالم الإنساني العاملين في هذا المجال بيأدوا دورهم وزيادة.